إلها علاقة صدقة السر بالمتصدق نفسه، أنا متصدق حتى تهذبني على الموضوعية، والمتصدق عليه تحفظ ما يوجهه، مو هذا اللي يجي يقول له لم يبقى عندي ما يباع بدرهمين تكفيك رؤية منظري عن مخبري، بس ما أوجهي صنته ما بعته إلا إليك لأنك أحسن مشتري. أنت لا تتصور واحد يجي يطلب منك ما يعطيك فجزء من ما يوجهه، ما يعطيك جزء من كرامته، محال، لازم في يخسر فرد شيء تضطر. مو أنت الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مو يقول له فأبتلى بمدح من أعطاني وذم من منعني، اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتدل جاهي بالإقتار، فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك، وأبتلى بمدح من أعطاني وذم من. ليش؟ لأنه إذا يعطيني لازم أمدحه، حتى إذا مو خوش أدمي، أو مثل عند العراقيين يقول إذا صارت عندك حاجة عند شريب سمع حج جليبان، مو تضطر علي، تضطر علي لازم تمدحه. وفعلا يا ما وقفت ناس أمام ناس وحقك مسوخ وتوافه ومدحتهم بشعر ومدحتهم بكلمات ومدحتهم بخطب رنانة، وهو ما يستاهل، ما يستاهل كلمة واحدة، ما يستاهل شمة هواء على حساب ما يوجهه. بينما إذا تصدق عليه أكو نمط من الناس يتصور بذهنه أن الفقير ما عنده كرامة، لا يا سيدي والله عنده كرامة، لكن لولا الخبز لما عبد الله، كاد الفقر أن يكون كفرا، لو دخل الفقر إلى بلد لجلب الكفر معه. وفعلا أنت دائما تشوف وين التخلف يصير، التخلف العلمي، التخلف العبادي، المرض يتفشى، الجهل، كل نتيجة الشعوب الفقيرة. فإذا مسألة الإنسان عنده كرامة لكنه الحاجة أحيانا تخليه يبيع كرامته، فتحفظ له ما يوجهه، كما يصنع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول للسائل اكتب حاجتك على الأرض وانصرف. يقولوا ليش يا أمير المؤمنين؟ يقول أنا لا أحب أن أرى عليه ذل السائل وأرى على نفسي عز المسؤول. فإذا القرآن الكريم يقول لا تعطي الصدقة والصدقة يتبعها من؟ لا تقول له قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أكو بعض الناس يجي يستجدي بأنه واحد يطيه ويقول له شطولك إيش عرضك ليش ما تروح تشتغل ليش ما لا تبعلك شغل خلي تطيه، قل له الله يرزقك أفضل من هاي المحاضرة اللي تطيها والتوبيخ ومعها درهم تطيه.